ويا هلا والله ومسهلا وحياكم الله ويسعد لي ربي هالقلوب وين ما كنتم. وصفتنا اليوم شاورما، لكن الطعم من الآخر بالرأس. تعالوا نسويها مع بعض. وصفتي اليوم شاورما، ورح أستخدم معها خبز التورتيلا من المتاجر العربية، من أفضل أنواع التورتيلا اللي موجودة بالسوق. استخدمتها، حلوة المذاق، لينة، تذوب بالفم. حتى لو فرزنتيها يا بنات ما تخرب معك، ممكن تجلس عندك أسبوع أو أسبوعين ترجعين وتطلعينها قبل ما تستخدمينها تقريبا أبو ساعة، وذيك الساعة شوفي شلون بيطلع طعمها كأنها جديدة. يوجد منها مقاسات مثل ما تشوفون، الصغير والكبير، ويوجد منها عدة نكهات، الأبيض والبر والنكهة الحارة. بطل شاورمتنا اليوم اللي هو صلصة أو شطة التباتيو، من أفضل أنواع الشطة أو الصوصات الحارة اللي تقدرون تستخدمونها، سواء بالشاورما، ممكن بالبيض المقلي، ممكن بالأنواع المكرونات، أنواع الباستات، ممكن تأخذونها كتغميس. مش بعد أقول لكم أنواع السندوتشات، أنواع الكودو، يعني أنواع كثيرة تقدرون تستخدمون فيها هالصوص. جدا طعمه لذيذ، ما في مرورة، ما في ذيك اللذعة، مع أنه حار بس ما في ذيك اللذعة القوية. طبعا ببدأ الآن بالشاورما، بتتبيل الشاورما. عندي الدجاج قطعته لشرايح مرة نحيفة بهالشكل، ولو يكون معه شوي شحم ما عندكم مشكلة، خليه على جنب. نجي الآن لمكونات التتبيلة. عندي هنا فلفل أخضر بارد اللي هو الرومي، مثل ما انتم شايفين عندي قشر ليمون وقشر برتقال، من فصين إلى 3 فصوص ثوم، وقطعتين زنجبيل، بصل أبيض، طماطم متوسطة الحجم. عندي هنا تقريبا ربع حزمة كزبرة، ملعقتين زبادي، تقريبا ربع الكاس زيت نباتي. نجي هالحين لسر النكهة حقتنا، بحط تقريبا 3 إلى 4 ملاعق من شطة تباتيو، رهيبة يا بنات، هذه تعطي نكهة خرافية للشاورما. عندي هنا كمون وكزبرة، رشة من جوزة الطيب، ورشة هيل، عندي هنا بابريكا، وعندي هنا رشة نعناع ورشة زعتر. عندي الفلفل بنات هذا مدخن، جميل جميل جدا صراحة، من طحت عليه وأنا أهرسه وأحطه بكل بالمرق، بالصوصات المكرونة، بكل شيء يجنن. بدل ما أحط فلفل حار عادي صرت أستخدمه، يعطيني نكهة للطبخات ما تصدقون وشلون، رهيب. عد لا تكثرون، اللي ما يحب الحار لا يكثر. نسيت أقول لكم وأنتم ما ذكرتوني، الله يهديكم، للملح والفلفل الأسود. وهالحين نروح عد نخلطها. نجي الحين عاد بنتبل الشاورما. شرايح الدجاج اللي قطعناها نحطها بإناء على قولتهم عميق شوي علشان نقدر نتبلها زين. دائما أقول لكم ودي النسناب في خاصية أنكم تشمون، ودي تشمون يا بنات، الريحة خرافية بمعنى الكلمة خرافية. نزلت كل الخلطة اللي بالخلاط على الدجاج، وهالحين بيدينكم، شغل الملاعق ما ينفع، دائما اللحوم حاولوا كذا يدينكم عشان تتغلغل كل الخلطة داخل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تبلوها من الليل وخلوها بالثلاجة وشوفوا الطعم وشلون، أقل شيء 4-5-6 ساعات، ومن ليلة كاملة منها ترتاحون منها ومنها تاخذ النكهة. صاجة على النار، حطيت شوي زيت وبنزل عليها دجاج الشاورما المتبل من البارح. بستمر الحين بتقليب الدجاج لحد ما يتحمر تماما ويشرب كل الخلطة حقته، وممكن انكم تفرشونه بصينية وتدخلونه الفرن براحتكم. خلص تقريبا الشاورما حقتنا انتهت، نجي الحين نصلح الصوص اللي نبي ندهن فيه التورتيلا. عندي هنا ثوم، مايونيز، وبحط شوي من الخردل، خردل طبيعي يا بنات، نفس الشيء من متاجر العربية، فظيع المنتجات حقتهم بمعنى الكلمة بطلة. وعلشان نرضي جميع الأذواق، جزء من الشاورما بحشيها بالأبيض، وجزء بالبر، وجزء بالحار. أحشي التورتيلا، حطيت هنا شوي من المايونيز والخردل والثوم، وجزء من الشاورما. ودي يا بنات بس يتشمون الريحة، شيء المكونات مع بعض صايرة بطلة. نجي عد هنا لاختياراتكم، انتم حطوا اللي تبون، انا بحط بصل ابيض ومخلل وطماط وخس. ممكن تضيفون طحينة، بس انا ما احب طحينة ومايونيز مع بعض، فالخردل والمايونيز احس انهم هم الخيار الافضل
للشاورما مع المخلل طبعا والبصل الأبيض. يا باي شيء نطويها الآن طي العادي. شوفها بس يا بنات تبارك الرحمن، والله ما كذب عليكم يا بنات إني مطلعتها من الثلاجة، ومع ذلك شوفوا تبارك الرحمن وشلون الليونة تهبل ريحتها وكلها. حشت الشريحة الثانية من التورتيلا بنفس الطريقة بالضبط، لكن الناس اللي تحب الحار تزيد الصوص الحار بهالمرحلة هذه قبل التحمير، بيعطيها نكهة وبيتداخل مع المكونات بيعطيها نكهة أفضل وأفضل. ونطويها شوفوا شلون تمشي معي تبارك الرحمن، تهبل النوع هذا اعتمدوه يا بنات بصورها لكم. الآن بنفس الصاجة اللي سوينا فيها الشاورما أباخذ التورتيلا المحشية وبحطها وبحاول أضغط عليها بهالطريقة. درجة التحمير هذه جدا ممتازة، أنا أحبها كذا تعطيها نكهة رهيبة. أكمل وأرجع لكم. خلصت وصفتنا حقت اليوم تبارك الرحمن، الطعم بالراس خرافي، واضح لكم اني ما قدرت اقاوم شيء يا بنات عمري بحياتي، ويسألني ربي عنها امانة هذه يا هالنوع من التورتيلا انا ما ذقت بطراوته ولا بريحته ولا بالنكهة حقته. اللي تثق بالميرة تعتمد هالشركة وهي مغمضة، شيء مو طبيعي، طراوة التورتيلا نكهة الصوص خرافية بمعنى الكلمة.